فارس طريقة سهلة جدا. فتحت التدريبات قلنا، أتكلمت على مساحتها 20 دونما. كلمة دونم عندنا باليمني إيش أقصد فيها؟ مراجع إدراج حاجة سفلية. الدونم هو وحدة القياس في بلاد الشام، في بلاد وحدة قياس في بلاد الشام بالضبط، في بلاد الشام للمساحة، ويقابلها عندنا باليمن أي؟ يقابل اليمن لبنة أو قصبة. تمام. طيب أجد حاجة ثانية، هذا بيظهر نهاية كل ورقة. أزيد مثلا حوالي 1200 طالب وطالبة. التعليق أو الحاشية حقها في عام 2018. أنا ألاحظ الوجه يضغط على هذا المكان، أيش بيطلع لي؟ الحاشية اللي فعلتها أنا. الدونم بيطلع لي الدونم وحدة القياس، تلاحظوا؟ الآن وحدة القياس، الخطوة القادمة بتكلم على الحاشية السفلية. طيب مثلا تأسست مدرستنا في عام 2000. أسوي تعليق ختامي بيظهر لي في نهاية المستند المصدر، موقع موقع من؟ موقع أسامة نت. أوكي. أجد أعمل واحد ثاني، وليكن غايتنا الأكس الممتع، أكثر من هذا مليون بلد واسهل. المصدر جهاد نت، جهاد القايجي. طيب آخر حاجة، الشيء في فهرس المحتوى، فهرس المحتوى تعرف الملف حقكم كعناوين أساسي وثانوية. العنوان الأساسي مدرستنا، في جدول المحتويات بخليه مستوى أول. طيب نبذة تاريخية مستوى ثاني، فلسفتنا مستوى ثاني يعني فرعية، التنظيم الهيكلي هذا بخليه فرضا مستوى أول، فرضا يعني. ها غايتنا بخليها، غايتنا بخليها مستوى أول، كما أعداد الطلبة بخليها مستوى أول، الإيرادات السنوية كمان مستوى أول، فقط تصير لنهاية المستند وتعمل إدراج جدول المحتويات بهذا الشكل يا محمد. أيش اللي ادالي فهرس؟ أي تغيرات في المستند تغيرت فهرس تلقائيا؟ تغيرت للعلم، أي واحد عايز يختبر في منظمة دولية أو أي منظمة عندنا في الأمانة، لا تخرج عن واحد من هذه الأسئلة اللي عندكم، ما عدت لك أسئلة عادية. هذا